وصلنا هنا لآخر نقطة الالتقاء بين ده وده. بنحبس تاني بغرزة في نفس اللي احنا اخدناها اخر مرة، بنخش فيها هي هي بس المرة دي من تحت. وبنمرر الخيط داخليا من النقطة دي لحد ما بنوصل لهنا عشان نكمل، بنطلعه من هنا. بطلعه من هنا كده وبوصل بيه للنقطة دي من هنا عشان أعمل الجزء ده في الرسمة. وبرجع تاني لهنا وببدأ ألف زي ما هنشوف. هبدأ ألف حوالين الخيط ده بالإبرة كده كده، لحد ما بنوصل لحد منتصفه.